نحن نعيش في عالم تضاعف فيه عمر الإنسان في آخر 200 عام. نعيش اليوم في عالم يمكننا الحصول فيه على العلاج والاستشارة والدواء من أي مكان وخلال أيام معدودة، وتمكننا من إيجاد علاجات لأمراض عانت البشرية منها لقرون. اليوم من خلال فحص دم واحد من الممكن الكشف عن 50 نوع من السرطانات والأورام. نحن نعيش في عالم يتراجع فيه الفقر بشكل مستمر، فرغم التحليلات الاقتصادية المتشائمة التي نسمعها، فقد تقلص عدد الدول الفقيرة إلى النصف خلال 20 عاماً فقط، وتمكننا من تقليص معدلات الفقر بنسبة 50% في 25 دولة. نحن نعيش في عالم يشهد أكبر طفرة معرفية، حيث أننا نشهد اليوم نشر 120 ألف كتاب جديد في العالم كل شهر، ونكتب 6 ملايين مقالة على المدونات يومياً. محونا الأمية في 86% من البشر، وسجلنا 33 مليون براءة اختراع خلال عقد واحد من الزمن، وأصبح التعليم عابراً للقارات والأعمار والأزمان. السيدات والسادة، نحن في عالم أكثر ترابطاً وسهولة في العيش والتنقل والسفر. الجسور الاقتصادية بين الدول أوجدت مئات الملايين من الوظائف الجديدة، وربطت ملايين البشر بعضهم ببعض. هناك حوالي 100 ألف رحلة جوية يومياً تنقل الأفراد والبضائع والأفكار، وبلغ حجم القطاع اللوجستي عالمياً حوالي 8 تريليون دولار. تركيزنا ووعينا هو الذي يحدد أين ستتوجه طاقاتنا، وبالتالي كيف سنصنع مستقبلنا. لسنا مفرطين في التفاؤل أو واهمين، بل أرجلنا على الأرض، واعين بمحيطنا، حريصين على مواجهة التحديات حولنا. ولكن لابد أن تظل أعيننا على المستقبل الأفضل والأجمل الذي يمكن أن نتركه للأجيال القادمة. اختياراتنا هي التي تصنع قدرنا. مهمة القمة العالمية للحكومات هي التركيز على الفرص والمساحات الشاسعة من النمو والتطور. نحن هنا كي نرفع السقف ونوسع مساحات الممكن. الحضور الكريم، اسمحوا لي أن أشارككم اليوم مستقبل عالم في 4 أرقام تمثل اتجاهات عالمية في الاقتصاد والسياسة والإعلام والمجتمع وغيرها. هذه الأرقام هي مؤشرات لتطورات عالمية قد تشكل تحديات لمستقبل عالم. أثرها على مستقبلنا سيكون مرهوناً بقراراتنا اليوم كحكومات ومنظمات وشركات وقادة فكر وحتى أفراد، فكيف نحولها إلى فرص؟ الرقم الأول هو 17 تريليون دولار. 17 تريليون دولار هي كلفة النزاعات والصراعات والعنف حول العالم في عام واحد فقط. 17 تريليون دولار لم تستثمر في البناء والتعليم والصحة، إنما في الحروب والتخريب والدمار. هذه الحروب هي نتيجة مباشرة لفكر الكراهية والمشاعر السلبية تجاه الآخر، تؤججها فوضى إعلامية ويشعلها الخوف من المستقبل وتوقع الأسوأ. بالمقابل حوالي 6% من هذا الرقم يمكن أن تغطي كلفة أهم التحديات التي تواجهها الإنسانية في عام واحد. على سبيل المثال، بإمكانها أن تقضي على الجوع والأمية وتعالج السرطان وتوفر المياه النظيفة للبشرية. ماذا يمكن أن يتم تحقيقه لو استثمرنا بشكل أكبر في معالجة التحديات الأخرى التي تواجهها الإنسانية؟ ما يجمعنا كبشرية أكثر بكثير مما يفرقنا، وما يمكن أن نحققه معاً كمكاسب أكثر بكثير مما تحققه الحروب.
وما يحتويه الكوكب من موارد يكفينا ويكفي الأجيال القادمة لو أحسننا استثماره واستخدامه في خير البشرية. وكما قيل: ليس القوي من يكسب الحرب، وإنما الضعيف من يخسر السلام. السادة الحضور، الرقم الثاني هو 50%. 50% من النمو العالمي يأتي من الصين والهند فقط، دولتان ستشكلان مستقبل النمو الاقتصادي العالمي. الصين وحدها قدمت أكثر من 29,000 براءة اختراع في مجال الذكاء الاصطناعي في عام 2022، واستثمرت حوالي 4 أضعاف استثمارات الولايات المتحدة في التحول نحو الطاقة النظيفة. أما الهند صاحبة أكبر عدد من خريجي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، أو ما يسمى بالستيمز، هي قوة عظمى صاعدة في مجالات مختلفة كالتكنولوجيا والعلوم، ومن المتوقع أن تصبح ثالث أكبر اقتصاد بعد الصين والولايات المتحدة الأمريكية بحلول 2030. وسيتحدث في هذه القمة رئيس الوزراء الهندي مودي عن الخطط التنموية المستقبلية للهند. السيدات والسادة، ستسهم بقية منطقة آسيا والمحيط الهادي بنسبة تصل إلى 25% من النمو العالمي، أي أن أكثر من 70% من النمو الاقتصادي العالمي سيأتي من الشرق. فكيف يمكن أن تتعاون البشرية للاستفادة من هذا المحرك الاقتصادي العالمي الجديد الصاعد بدلاً من مواجهته ومحاولة عرقلته؟ ونعود لنفس الفكرة، إلى أين يتجه تركيزنا؟ لأن تركيزنا يحدد مستقبلنا، وطريقة تفكيرنا تغير مصيرنا. أما الرقم الثالث فهو 1000. تضاعفت قدرة الذكاء الاصطناعي على التعلم 1000 مرة خلال عام واحد فقط. يقال أن مجموع المعرفة البشرية كاملة تم تحميلها في الفضاء الرقمي، ونحتاج كبشر ملايين السنين للاطلاع على هذا الكم الهائل من المعلومات. بينما الذكاء الاصطناعي تشات جي بي تي استطاع في عام واحد الانتقال من تحليل وربط 170 مليار إلى 170 تريليون وحدة من البيانات، وفي المقابل نظام باردة التابع لجوجل يملك سرعة معالجة تفوق الدماغ البشري بأكثر من 100,000 مرة. يستطيع نظام تلخيص كتاب من 500 صفحة في 5 ثواني فقط. وتتنبأ دراسات بأن الذكاء الاصطناعي سوف يتولى 70% من المهام في مختلف القطاعات، وستفوق إنتاجيتنا كبشر كل ما كنا نتخيله باستخدام هذه التقنية. الحضور الكريم، بالرغم ما يمكن أن يضيف الذكاء الاصطناعي، إلا هذه التقنية سلاح ذو حدين، حيث أن عدد الفيديوهات المزيفة في عام 2023 تضاعف 3 مرات عن العام السابق. 500,000 محتوى مفبرك انتشر في فضاءنا الرقمي في عامنا الأخير، شوه الحقائق وغير المواقف وشكل الوعي لدى البعض. هذه مجرد البداية. أن التضليل الإعلامي وانتشار المعلومات المضللة والمغلوطة سيكون أحد أكبر التحديات التي تواجه البشرية. فكيف نحافظ على الحقيقة من التشويه؟ لأن المحصلة النهائية هي أزمة ثقة. أزمة ثقة في الحكومات، في المؤسسات الإعلامية، في الشركات، وحتى في الأفراد. أما الرقم الرابع فهو 7%. خلال العقود الماضية أدى التكامل الاقتصادي العالمي إلى جعل المليارات من البشر أكثر ثراء وأكثر صحة وأفضل تعليماً، فقد تضاعف الناتج المحلي العالمي 3 مرات تقريباً منذ نهاية الحرب الباردة. ولكن التحولات الواضحة في التجارة الدولية تنذر بتراجع العولمة.
وما له من قائمة طويلة من التكاليف والمخاطر، حيث يقدر صندوق النقد الدولي هذه التكاليف أن تصل إلى 7% من الناتج المحلي للعالم، ويشمل ذلك ارتفاع معدلات التضخم ونقص العمالة وعودة قيود الحماية واضطراب سلاسل التوريد العالمية وتصدع النظام المالي العالمي، حيث أننا اليوم نشهد موجة معاكسة تسعى للحمائية والانكفاء على الذات وتفاقم حدة التفتيت الاقتصادي. فخلال عام 2022 وحده تم فرض حوالي 3000 إجراء لتقييد التجارة حول العالم، أي ما يقارب 3 أضعاف ما تم فرضه في عام 2019، ونشهد منافسة أكثر حدة في مجالات التكنولوجيا والابتكار والعملات والتركيز المتزايد على الداخل في ظل صعود الشعبوية. وهنا أعود للفكرة الأساسية، كيف ننظر للتجارة العالمية والعولمة؟ إذا نظرنا للعولمة كمهدد للمصالح الوطنية والاقتصادات المحلية فيتم محاربتها ومحاولة وضع العراقيل أمامها، وإذا نظرنا للعولمة كمحرك رئيسي للتنمية وصانع القيمة الاقتصادية ومصدر الفرص التجارية والتواصل الإنساني والحضاري فسيكون المستقبل أفضل للجميع. ختاماً، نحن هنا في هذا اليوم في قمة تجمع أهم 85 منظمة دولية و 140 حكومة وأكثر من 25 رئيس دولة وحكومة و 700 من رؤساء كبرى الشركات العالمية وأكثر من 4000 من المتخصصين والمسؤولين. بإمكاننا رغم كل ما يدور حولنا من أحداث أن نلعب دوراً مهماً في تغيير نظرة العالم للكثير من القضايا والتحديات. بإمكاننا أن نركز على ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا. بإمكاننا أن نلعب دوراً في صنع الأمل وصنع مجتمعات أكثر تفاؤلاً. بإمكاننا تشجيع التواصل التجاري والحضاري بين الدول بدل الانقسام والاستقطاب الاقتصادي العالمي. بإمكاننا أن نعمل معاً على تقليص مخاطر التكنولوجيا وتعظيم فوائدها. بإمكاننا أن نشجع السلام بدل الحرب والخير والتسامح بدل الكراهية والطائفية. بإمكاننا أن نحقق الكثير عبر هذا التجمع السنوي الكبير. تمنياتي لكم بقمة عالمية تصنع لنا أولويات واختيارات جديدة وتعيد توجيه أنظارنا نحو فرص كبيرة تعود بالخير على الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.